انا كاريزما مكانك. يعطيكم العافيه شباب. اذا الهويه الجديده والانترو الخاص بالبرنامج تغير 180 درجه علشان تشوفون الشيء الزين مع الكاميرات الفور كي مع 4 ميجا رفعناها الى 5 ميجا وباقي عندنا كاميرات لسه ما وصلتنا. رحت دبي قالوا لنا مالك لا تصبر 10 ايام باقي منها 7 ايام الى 8 ايام ان شاء الله واللوكيشن كله راح تشوفون فيها الكاميرات الفور كي الجميله والمميزه. عندنا اليوم في المسرح كاميراتنا فور كي في اماكن اخرى ما هي موجوده، لكن اوعدكم انه حبه حبه للتطور وانا والشباب وانتم راح نصل اللي الله سبحانه وتعالى ميسر لنا من نجاح. وحنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام يقول اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى. ودائما احنا اذا نبي نشتغل انا واياكم ما نشتغل على الشيء التوب، ما نرضى ابدا بان نكون عاديين، نبغى نكون دائما مميزين في عطائنا، في ابداعنا، في تواجدنا في البرنامج، في اي شيء احنا نقدمه نبغى نكون مميزين ورائعين وناجحين. وايش باقي عندنا يا اعداد؟ الله 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 الله. البارح كنت في جده وقبل البارح كان عندي هناك اشياء للبرنامج. صراحه يعطيهم العافيه. ودي صراحه من هالمكان نعطيهم اقوى التحايا يومني بخلك قريب. الاستاذ الجميل اللي اكن له كل الشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. تعب بذل وقف لدرجه حتى المسامير والخشب صار يضبط فيها، مع انه مو بشغله، هو اعلامي كبير، ولكن شكرا من الاعماق للانسان الرائع والمميز والصديق والاخ سعود العتيبي. انا كاريزماوي والراس طايل لمركز دايم مع الاوايل وثبت افعالي. وايضا لا انسى بان اشكر صراحه هم كثير، لكن اللي في بالي الان ودي اشكرهم يعذروني البقيه وفريق العمل. زي ما انتم شايفين يا شباب تنتجون يوميا وتشوفون فريق العمل كلهم جالسين يبدعون، ولكن اشكر صراحه اخي الذي لم تلده امي المبدع والمتالق اللي اشرف على تفاصيل التفاصيل في العمل الاستاذ الرائع السمي ناصر الحربي. وسمعنا تحيه فوق يا مني. انا كاريزماوي والراس طايل لمركز النايم مع الاوايل وثبت افعالي. طيب الان انا واياكم شبابنا فيه كليب انتم بابداعكم كنتم متواجدين فيه، صور في مكان ما في المسرح يعني. ابغى اشوف انا واياكم بصوت المبدع الرائع صاحب النغمة اللي قبل شوي. سمعونا تحية لأسامة المانع. الكليب الان راح نتابعه واياكم. شكرا هيثم الحاني مهندس الصوت، يعطيه العافيه. تحيه لهيثم، استاذ هيثم الحاني مهندس الصوت الرائع، شكرا له. الان نبي انا واياكم والمشاهدين يعني ترى العمل اللي راح تشوفونه كميه الابداع اللي في هالعمل ترى هي في ساعات بسيطه قدروا انهم يطلعون لنا بعمل جميل مثل هالعمل. خلونا واياكم مشاهدينا وشبابنا الموجودين نتابع كليب برنامج كاريزما. تحيه. انا كاريزماوي.